Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας. Καλημέρα σας, ακούτε την φωνή της Ελλάδας στα νέα στα αραβικά. Σαββαχοφέιρ, έχουμε φλαχμπάρ με ζάτ σώτα λιουνάνιο, αφήκουν πιχά ουαλίν τέλειας. يستحق رئيس الوزراء المالي أليكسيس سيبراس اليوم الثلاثاء بتاريخ 20 يوليو حزيران لقاءاته الانفرادية مع رئيس البرلمان اليوناني نيكوس بوتسيس وزعماء الأحزاب البرلمانية بهدف إعلامهم عن نتائج اجتماع وزراء مالية منظومة المنطقة اليورو الذي عقد في 15 منه بالإضافة إلى إطلاعهم على آخر مستجدات المسألة القبرصية. وكانت سيبراس قد التقى يوم أمس الاثنين مع رئيس حزب اتحاد الوسط فاسيلي ليفاندي ومع رئيس حزب بوتابي ستافروس دوراكيس. ومن المقارنة أن يجتمع اليوم الثلاثاء مع أمين عام الحزب الشيوعي اليوناني ديمتري كوتسوماس ومع رئيسة التحالف الديمقراطي فوسي نيماتا ومع رئيس حزب الديمقراطية الجلد المعارض الأول تريانوس ميتسوتاكيس. وينهي اجتماعاته باستقبال رئيس البرلمان فوتسيس. التقى رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس سيبراس في القصر الحكومي يوم أمس مع وزير التركي بن علي الجريم في تمام الساعة 10:30 وبعد اللقاء المفرد بينهما انضم وفد الجانبين إلى المباحثات حيث تركزت على قضية الهجرة والعلاقات الثنائية والاقتصاد والسياحة وعلاقات أنقرة والاتحاد الأوروبي.